هيدي الكسارات صار لها تقريبا بتشتغل حوالي 30 سنة خارج عن أي إطار قانوني وتنظيمي. هيدا العمل بهيدا الكسارات كانت عمل مافياوي بامتياز. صار لها المعركة لكان 30 سنة وكان إصرار نحن مؤخرا نحن كناشطين مدنيين خصوصا بهيئة المبادرة المدنية، كان الإصرار إنه تتسكر هيدي الكسارات لا باتفاقات سياسية ولا بإعادة توزيع حصص ولا بأي شكل من هيدي الأشكال، كان نحن هدفنا يتسكروا بالقانون وبسلطة الدولة، وهيك صار مؤخرا. أنا بدعي كل الناشطين البيئيين بلبنان ليلتجوا للقانون. لا، السبب الأول إنه القوانين البيئية بلبنان كتير مهمة، كتير مفيدة، وكتير فيها تقمع. ما تقولوا القانون ما بيفيدنا، ما تقولوا القضاء ضدنا، روحوا اطلبوا من القضاء يشتغل شغله. وقت ما يشتغل شغله القضاء بيصير عندنا حكي تاني. بس قبل ما تروحوا تطلبوا من القضاء وتقدموا دعاوى وتقدموا اخبارات، بليز ما تقولوا القضاء ما عمل شغله، ما تقولوا الاجهزه الامنيه ما عملت شغله، روحوا خذوا وطالبوا، خذوا وطالبوا. هلا بالنسبه للوضع البيئي، بالنسبة للوضع البيئي في كتير جرائم بيئية عنا بعين دار، مش مراعي أبداً أي شيء بالنسبة للبيئة. نحن كان مواسمنا التفاح بعين دار كانت منطقة زراعية، عين دار كانت مواسم التفاح وغير مواسم تنزلها شي 150 أو 200 ألف صندوق تفاح تبيعهم بالسوق، يعني الدنة للعشرة آلاف صندوق، ذاك قديش الدنة، بالإضافة لتلويس الطبيعة والجو والمياه الجوفية اللي هي عين دارا بتمتد فيها مياه جوفية، هي بتمتد من عين دارا لمرجعيون. وهو تضيع الحوالي بس كل الكسرات وين هون الكسرات؟